بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. شكرا. ما شاء الله عليه. يعجز اللسان عن كل تعليق يعني. هذه أنا أسميها بالقارئة البكاءة، تبكي دائما حينما تقرأ وحينما تتفاعل مع القرآن الكريم، لا تمسك نفسها. ما سر ذلك يا ترى؟ لماذا تبكين دائما وأنت تقرأين؟ يعني هاي بدأت أشعر يعني. لا أشعر يعني كأن لقلبها لسان، أنا كنت أراقب يعني لسان يتحرك في ملامح قراءتها، تفاعلها، حركات جسدها وهي تقرأ. في شيء أريد أن تحكيه للجمهور، يعني قراءتك اليوم فيها شيء ما. لماذا 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 دائما تبكين حينما تقرأين القرآن؟ أجيبي. مثلا لما وصلت لكلمة لآية، هذا من خشوع قلبها بالقرآن الكريم ربما يعني. هذا في شيء القرآن يواسيني لحظة كم واساة حب شديد للقرآن الكريم. أنا ممتنة أني ربي سبحانه اختارني أني نكون حافظة، الحمد لله. يا سلام. أذرني قطعتك، لعله من الملاحظات المهمة لأخواتنا ما شاء الله زيادة على الأداء الجيد الذي أبهرتم به، يعني الآن المستمعون المشاهدون الكرام جميعا منبهرون بأدائكن،
ولكن الشيء الجميل أيضا أنهن حافظات للقرآن الكريم، يعني ليس هذا مجرد تلاوة بل متقنات للأحكام وحاملات لكتاب الله عز وجل، وإن شاء الله يظهر هذا أيضا في لباسهن في سمتهن، وهذا ما نرجوه من إخواننا من رسالة لبناتنا وبنات الجزائر والعالم أجمع، أن هذا القرآن هو الذي يضفي هذا الرونق وهذا البهاء سواء في التلاوة سواء في غير ذلك من صفات أخواتنا. جزاكم الله كل خير وبارك فيكن وفي تلاوتكن.